دي أغرب مأذنة موجودة في مصر، المأذنة الملوية. احنا النهاردة موجودين في جامع أحمد بن طولون، تالت أقدم جامع موجود في مصر، جايين ناخدكم في جولة عن المأذنة الملوية. بس سؤال، عارفين الفرق بين الجامع والمسجد؟ أصدقائي زي ما انتم شايفين الجو ممطر على الآخر، وتعبنا جدا عشان نصور الحلقة دي، فبتمنى توصلوا الفيديو ل 30,000 لايك. المأذنة دي بتعتبر أغرب مأذنة موجودة في مصر، وده ليه؟ احنا عارفين إن المآذن دايما السلالم بتاعتها بتكون من داخل المأذنة، لكن مأذنة جامع أحمد بن طولون مختلفة تماما، وده عشان السلالم بتلف حوالين المأذنة، وعشان كده اسمها المأذنة الملوية. الجدير بالذكر إن المهندس اللي بنى الجامع على أغلب القول قبطي مسيحي، وهو سعيد بن كاتب الفرغاني. تقريبا دي اول مرة اكون في جامع احمد بن طولون والدنيا تمطر عليا، او تقريبا دي اول مرة اجي في الشتاء. المنظر جامد جدا، بس يا رب ما يجيليش برد بعد المطر ده. اما الجزء اللي ورايا ده فهي دكة المبلغ، واسمها كده ليه؟ علشان زمان ما كانش فيه ميكروفونات، فكان في راجل بيطلع فوق دكة المبلغ، ولما الامام بيقول الله اكبر فهو يردد معاه ويقول الله اكبر، وحاليا بتستخدم في المساجد، بس طبعا ما لهاش اي فايده زي زمان. الجدير بالذكر ان عدد الابواب الموجوده في جامع احمد بن طولون 21 باب، عدد كبير جدا، عشان الناس كانت بتيجي تدخل الجامع من اي اتجاه، كان في سوق حوالين جامع زمان. بس في حاجة غريبة جدا، زي ما انتم شايفين كده ده الباب بتاع الجامع علشان تقدر تدخل للداخل، بس طبعا احنا متعودين ان البيبان المفاتيح بتاعتها بتكون قريبة مننا، لكن انتم شايفين علشان ابدا ان انا افتح الجامع لازم ارفع ايدي لمسافة قدين، يعني احنا متعودين ان احنا بنفتح الباب بالكيفية دي، لكن ده لازم ارفع ايدي كده، ولو واحد طويل برضو لازم هيرفع ايده. فقولوا لي، هل الناس دي كانت عملاقة ولا ايه تفسير ان البيبان بتاع جامع احمد بن طولون كبيرة بالشكل ده؟ انا بحثت كتير لكن ما وصلتش لنتيجة مرضية، فانتوا قولوا لي في التعليقات عارفين ايه السبب. بس ممكن حد يسأل ليه دي المأذنة الوحيدة في مصر اللي بالشكل ده؟ وده عشان احمد بن طولون كان في عهد الخلافة العباسية واللي كان مقرها في العراق، وعشان كده مسجد احمد بن طولون او جامع احمد بن طولون متأثر بمسجد سمراء في العراق. احمد بن طولون لما قرر يبني الجامع كان عايز يخليه جامع امن، وعشان كده قال للمهندس ان هو عايز جامع لو اتحرقت القاهره ما يتحرقش، ولو غرقت ما يغرقش، وعشان كده هو بناه فوق جبل اسمه جبل يشكر علشان يبقى عالي ويكون في مكان امن. وزي ما انتم شايفين دلوقتي علشان نطلع الجامع بنبدا ان احنا نطلع مجموعه من السلالم زي ما انتم شايفين كده علشان نقدر ان احنا نوصل للباب. شايفين عشان نفتح بالمفتاح العلو عامل ازاي؟ حاجة غريبة جدا. وعشان كده جامع احمد بن طولون بعد الترميم زي ما انت شايفين محافظ على شكله زي ما كان بقاله مئات السنين حرفيا. الجدير بالذكر ان احمد بن طولون كان راجل مرزق، كل ما يمشي في الصحراء رجل الحصان بتاعه تغرز وينزل يشوف فيه ايه فيلاقي كنز، لدرجة انه في مرة لقى كنز مقداره 1000 دينار، وحتى جامع احمد بن طولون برضه بناه من كنز كان لقاه. زي ما انتم شايفين وراي دلوقتي ده السور بتاع جامع احمد بن طولون، وفيه اجسام بيطلق عليها اسم عرايس وكأنها اشخاص وماسكة في ايدين بعض. دلوقتي انتوا شايفين السور بتاع جامع احمد بن طولون حجمي بالنسبة له صغير جدا، مستحيل ان انا اقدر اوصل لنهايته، بس هوريكم دلوقتي حاجة غريبة جدا من خارج الجامع. اما دلوقتي فاحنا خارج السور بتاع جامع احمد بن طولون وشايفين الباب اللي انا كنت بالنسبة له قزم، انا دلوقتي واصل للحد النهاية بتاعة الباب، وده الجزء اللي اتردم، جزء كبير جدا من السور مردوم تحت الارض. وزي ما انتم شايفين دلوقتي دي العرايس اللي على شكل اشخاص ماسكين ايدين بعض من خارج السور بتاع جامع احمد بن طولون. ودلوقتي هنبدا ننزل من الارتفاع اللي هو مردوم ومغطي على جزء كبير من سور جامع احمد بن طولون، كل ما هننزل هيبدا الجزء الظاهر من السور يزيد زي ما انتم شايفين كده، لغايه شايفين برضو احنا نازلين منزل عامل ازاي. في النهاية هنبدأ ان احنا نوصل لليه؟ للجزء ده كله كده، السور كله بقى باين من الخارج. برضو دايما المآذن بتاعت المساجد بتبقى متصلة بالمسجد، يعني باب المأذنة بيبقى داخل المسجد، لكن مأذنة جامع احمد بن طولون خارج المسجد في جزء منفصل لوحده. ودلوقتي احنا وصلنا للباب بتاع مأذنة جامع احمد بن طولون، لكن للأسف النهاردة الجو كان ممطر جدا وقفلوا المأذنة. في الظروف العادية بينفع ان احنا نطلع المأذنة، لكن حظنا بقى ان احنا مش هنعرف نوريها لكم النهاردة. اي حد هيزور جامع احمد بن طولون هيلاحظ ان السقف زي ما انتم شايفين كده من الخشب،
وفي إطار حوالين الجامع. زمان كانت سورة البقرة وآل عمران مكتوبة على الإطار ده، واللي قدامكم دي هي بواقي من الآثار الخاصة بسورة البقرة وآل عمران في إطار أحمد بن طولون. الجدير بالذكر أنه أنت في جامع أحمد بن طولون بتشوف الجوامع الموجودة في القاهرة، يعني إحنا واقفين دلوقتي وورانا جامع محمد علي الموجود في القلعة، والصوت اللي أنتوا سامعينه ده هو صوت الأذان في مسجد أحمد بن طولون. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي في جامع أحمد بن طولون، ثالث أقدم جامع موجود في مصر، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.